السلام عليكم حبيباتي، وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامله مهنيين وبخير وعلى خير، ونصلوا كامله على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. شوفوا البنات، اليوم راح نديروا سفيريه على الطريقه التقليديه. درتها ديجا معاكم في اوائل القناه ديالي ودرتها بلا شابلور. اليوم راح نديروها بالخبز البايت. اول حاجه نديروها، نبداو بالمريقه اللي تكون بيضه. الله الله، القاعده ديالها بصل، ملح، فلفل الكحل، والقرفه طبعا ديالها يجي بالجاج، الكميه بيان سيغ على حساب العائله ديالكم، على حساب الموجود ديالكم. ليدا نسحقوا شويه تاع السمن وشويه تاع الزيت. راني وجدت الطنجره ديالي، ونروحوا ندوزنوها كيف كيف. بسم الله، نديروا السمن على بالكم. طبيعه تاع الطبع تاع المريقه البيضاء هي السمن. نديروا السمن، نزيدوا شويه تاع الزيت، قيمته نقولوا زوج مغارف هكذاك. نحطوا الدجاج ديالنا، ونحطوا عليه البصل. انا هنا عندي بصله راني رحيتها، ونخلي كميه باش نديرها ومن بعد في الخبز. ها هي ديك الكميه اللي خليتها. دائما خليها مغسولها للنار. دوك واش ندير؟ ندير الملح، بسم الله، فلفل الكحل، بيان سيغ التوابل على حسب الكميه تاع المريقه ديالنا، والقرفه. فوالا، شوفوا باش المريقه ديالكم تجيكم شابه. هنا راني حطيت كلش، نقص للنار، نغطي على الطنجره ديالي، ونخليها تطلق الماء ديالها وتتقلى باقلها. هنا بعد ما تقلات الطنجره ديالي، ندير الحميصه الكميه اللي راني حبتها، ونمرق. بسم الله، ولا راح نطيبها بلا ما نغلق لا كوكوت مينوت، نمرق مليح ونخليها ماشي كل دقيقه نزيد الماء، ولا راح نغلق لا كوكوت مينوت، نمرق جوست كيفو، نمرق يعني واش لازم، علاش بيسك الكوكوطه طيب لنا بالخف، ماناش حابين المريقه تاعنا تجي يعني شرورو. ودركا تيك نروحو نوجدو السفيريه ديالنا. ها هي ليك، هنا عندي خبز بايت قطعته بهذه الطريقه. واش ندير؟ نشمخو بشويه ما زهر وشويه تاع الحليب. المزهر يعني من ريحه تعطي لواحد النسمه، على بالكم طيب ناس زمان كانوا يديروا له المزهر ويجيب بزاف بزاف بنين. ها هو ليك، بسم الله، ندير الحليب غير بالعقل، واش لازم برك، نحاول ما نعوموش باش من بعد نقدر السفيريه ديالي نلمها. ها هو ليك، ونزيد ما زهر هكذا فقط. ولي تحب يعني ما تحبش الريحه تاع المزهر يعني ما ديرهاش، فقط هذا ما كان. انا هنا لازم نستعمل يدي باش نشوف الخبز واش يلزم له، ماشي ندير له يعني كتر واش لازم. هاوليك هكذا، راني نشوف الخبز ديالي راهو ليك تشمخ، ومن بعد مع ولاد الدجاج وبقيه المقادير يخرج كوم سا. ودوك هنا السفيريه ديالنا لازم باش تجينا بنينه نفشوها شويه. انا واش راح نديرها؟ نديرها فروماج بورسيون هكذا، نديرها ثلاثه حبات بيان سور، يعني هاد المقادير الجود بالموجود. ندير لها فروماج غابي، شيدار، ولا اي حاجه ما فين تستعملوها. ندير بصل، قيس واحد المغرفه هكذاك تاع بصل، وندوزن الخبز ديالي كيما دوزنت الطنجره ديالي. واش معناتها؟ بون، الخبز فيه الملح، عندنا الفرماج كي فيه الملح، ما دو بريفيرونس ما نديروش، ولا نديرو حاجه قليله برك. ها هو ليك، رشه تاع فلفل الكحل، ورشه تاع قرفه بيان سور، ولازم نديرو ولاد الدجاج. انا هنا نعجنها، الخبز ديالنا وشرب كامله تيك هذاك الماء ديالو. يجونا يعني السفيريه ديالنا تجينا واش نقول لكم بنينه هايله. ماشي غنديروا الخبز هكاك مشمخ، وكاين بزاف اللي تقول لك انا ما نحبش السفيريه، وباك تشوفي الطريقه يعني اللي طيبت بها تفهمي علاش ما تحبهاش. وهنايا نزيدوا شويه تاع خميره كيميائيه، قسم مغرفه تاع قهوه باش يعني تعطيها خفه. نزيدوا حبيبه تاع ولاد الدجاج، وكيف كيف نكمل نخلط بيدي. دوكا البنات نروحوا باش نقلو السفيريه ديالنا. مي قبل ما نقلوها كتشوفوا لاباط تاعنا راهي ليك طريه بالبزاف. الوغ واش نديرو؟ نستعملوا الخبز الملحي اليابس يعني لا شابلور، حتى نتلحقوا على قوام كومام يكون ماشي هكذا راهو ليك بزاف جاري. وحنا لو كان ما نديرولوش هاد الامور فرماج، وما نديرولوش ولاد الدجاج، ما يجيش بنين. كيما انا هنا هكا زوج مغارف، نخلط ونشوف. فوالا، ها هي ليك ديجا يتلمت معايا. ها فوالا، دوك هكا قادره ندير عجيجات بالحجم اللي راني حباتو.
ونقليهم، نجوزهم شويه في لاشابليون باش يشدوا لي روحهم ونقليهم. تحبوا ديروا لهم لداخل شويه فرماج، ديروا لهم يجوا فريمون كوم سا. دركا نروحو نقلو السفيريه ديالنا. قلت لكم تحبوا تعاودوا بسكراهي طريه وتتلاصق تعاودوا ديروها في لاشابليون ديروها، سينو قلوها كيما انا هكا ديريكتومون. نسخن الزيت ديالي، على بالكم بلي كيعني الخبز راهو طايب، كاين غير ولاد الدجاج و فوالا كانك هذاك البصل ماذا بينا يطيب. نستف السفيريه ديالي، نقص من النار، ماشي معناتها نديرها على نار قليله باش ما يشربوليش الزيت، لكن تانيك ما نديرهاش على نار قويه. هاوليك على بالكم بلي فيها شويه تاع الخميره سكيفي تحمر بالخف. فوالا نوجد بيان سور بابي ابسوربون. هكذا ونبدا نعسهم. شوفوا كيفاش جاوا حميمرين هيا نحوهم خلاص بركات، نطفيو عليهم ونحوهم ونحطوهم كيما راكو تشوفوا هكذايا في البابي هذايا ابسوربون باش يمتصوا الزيت تاعهم. المريقه ديالي راهي طابت، واش نقول لكم روايح، تفكرت رمضان. على بالكم بلي كانت اطباقنا التقليديه يحلو في رمضان. انا نكمل نحيهم كامله ونولي لكم. شوفوا البنات هنا حبيت نوري لكم المريقه ديالي، شوفوا كيفاش طابت، شوفوا الوجه تاعها شحال جا شباب. ما عليا دركا تيك غير نسقيها ونتلاقاو في طبق التقليد. هاي ليك البنات السفيريه تاعنا، شهيتكم بالصحه من اطباقنا الرمضانيه اللي ما نقدروش نستغناو عليها، تجي بنينه بنينه دايوغ نتوما تدوزنوا فيها ونتوما توجدوا فيها، وهي الريحه هذيك العزيزه تعود تتعبق في الدار. كنت تشوفوا طريقه سهله بالخف ما تندار. انا هنا راح ندير لمسه تاع غير باش تجي يعني تحلى في عيونكم، لمسه تاع المعدن. هاي ليك شهيتكم ان شاء الله في الجنه. شوفوا السفيريه ديالنا تجي خفيفه لداخل، تجي تحبوا ديروا وقتكم تزيدوا تمرغدوها في يعني في لاشابلوغ تعطيكم هذاك الكروستي باش تجي شويه تقرمش من الداخل طريه. تحبوا ديروها بالطريقه هكذا التقليديه. تحبوا كي طيب غطسوها في المرقه، يعني السفيريه ديالنا ديروها في المرقه اون باك باش تسقوها. تحبوا او مومون دو سيرفير كي تجوا تسربوها ستفوا السفيريه ديالكم الدجاج ومن بعد المرقه والحميصه من الفوق. هذه يا خواتاتي بالنسبه للفيديو تاع اليوم، بالنسبه للوصفه تاع اليوم ان شاء الله تكون عجبتكم. ونقول لكم حبيبه قلبي الى فيديو واحد اخر، تهلاو في روحكم ودمتم في رعايه الله وحفظه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.